أود في البداية أن أجدد ترحيب بك السيد المفوض، والتعبير لك عن تهاني المملكة المغربية بانتخابك على رأس هذه المفوضية المهمة داخل الاتحاد الإفريقي. التجربة والخبرة اللي عندك في هذا المجال في الاتحاد الإفريقي ولكن في مجال الأمن والسلم كتخلينا كلنا مطمئنين على أن هذا القطاع هذا هو بين أيدي أمينة، وأكيد بأنه بفضل الحنكة والخبرة والمعرفة فإن شاء الله غتكون النتائج جد إيجابية. المغرب يؤيد كل المبادرات التي تتخذونها لإصلاح هذه المفوضية، وكيعتبر بأن الأسس الخمسة اللي وضعتها لهذا العمل هي أسس مهمة، سواء فيما يخص الحكمة، فيما يخص الدبلوماسية الوقائية، فيما يخص الأمن، فيما يخص الاستقرار وغيرها، فهي عناصر أساسية ليكون لإفريقيا واحد المنظور واضح، واحد المنظور شمولي لعملية الأمن والاستقرار. نحن إذا ندعم كل مبادرات لإصلاح هذا الإصلاح. تحققت بعض المبادرات المهمة خاصة في إطار الاجتماع اللي كان هنا في المغرب واللي كان كذلك في دول أخرى، ولكن ضروري بأن يتم إصلاح كذلك هياكل وطرق عمل مجلس الأمن والسلم للدفع به نحو شفافية أكثر، نحو احترافية أكثر. المغرب مستعد بأن يساهم بشكل فعال وبشكل مباشر في دعم كل المبادرات اللي كتقوم بها في مجال مراقبة الانتخابات وتحضير الانتخابات، في مجال عمليات حفظ السلام، في مجال الدبلوماسية الوقائية، في مجال تدبير الأزمات وغيرها. المغرب عنده خبرة وعنده تجربة وفي هذه المجالات هذه دارها على في إطار على مستوى الدولي، دارها في إفريقيا في إطار العلاقات الثنائية، ولكن اليوم يمكن له يديرها في إطار تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب. جلالة الملك محمد السادس في خطاب 2017 خطاب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قال بأن المغرب رجع إلى أسرته لتقديم إضافة قيمة مضافة نوعية، وبأن المغرب سيرى الأفارقة بأن المغرب سيساهم بشكل بناء في حل المشاكل في إفريقيا. هذا التصور اللي وضعه جلالة الملك هو اللي كتسير عليه الدبلوماسية المغربية في أديس، أن المغرب هو فاعل بناء، فاعل يساعد على حل المشاكل، والمغرب يؤمن بأن الأمن والاستقرار في إفريقيا أساسيين لأنهم جزء من استقراره. المغرب كذلك يؤمن بأن التنمية والأمن مرتبطين، وبأن إفريقيا اليوم بعد كوفيد عندها فرصة كذلك باش تتأقلم مع هذا العالم الجديد وترفع التحديات الجديدة اللي كيوضعها العالم بعد كوفيد، لتعزيز أولا استقرار الدول داخليا وكذلك للعمل على استقرار القارة ككل. إفريقيا عندها كل الإمكانيات وعندها كل الكفاءات داخل القارة الإفريقية باش أنها تشتغل بشكل إيجابي على كل العناصر، من الدبلوماسية الوقائية إلى بناء السلام بعد يعني البيس بيلدينج. إفريقيا عندها الكفاءات البشرية، إفريقيا عندها الإمكانيات باش أنها ما تبقاش معتمدة على الغير في تحقيق الأمن والاستقرار داخل القارة. لهذا انطلاقا من هذا الإيمان وانطلاقا من ما قال جلالة الملك بأن إفريقيا خصها توضع الثقة في إفريقيا، فالمغرب عنده ثقة بأن بفضل الإصلاحات اللي كتقوم بها
مع السيد رئيس المفوضية موسى فاكي، فإن الاتحاد الإفريقي غادي يكون اليوم عنده أدوات أكثر نجاعة، وعنده القدرة على أنه يجمع كل الدول الإفريقية وراء أهداف واضحة، والمغرب سيكون دائما بجانبكم. طبعا ستكون عندنا الفرصة للحديث حول مجموعة من القضايا الإقليمية كذلك اللي كتعرفها القارة، واللي المغرب دائما فيها كيكون عنده مواقف بناءة ومواقف إيجابية. مرة أخرى مرحبا بك.